مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة الأهلي الليلة النهاردة. بعد الفقرة الأولى كانت فقرة هامة للغاية من خلال زميلي العزيز عمر ربيع ياسين واستضاف فيها قيمة كبيرة ونجم كبير من نجوم النادي الأهلي كابتن محمد عامر. أكيد استمتعنا بهذا الحوار الشيق. لكن الفقرة اللي معايا في هذه اللحظات فقرة غاية في الأهمية لأن بنستضيف فيها قيمة وقامة كبيرة جدا صحفية وكاتب صحفي كبير جدا هو الأستاذ سعيد وهبة اللي بينورنا وبيشرفنا النهارده في الاستوديو. أستاذ سعيد منورنا وأنا مبسوط إن أنا بحضرتك النهارده. أشكرك جدا. شكرا يا أمير. أخبار حضرتك كله تمام؟ الحمد لله. أشكرك على التقييم يعني. ربنا يخلي حضرتك. يعني طبعا عندنا أمور كتير جدا عايزين نتكلم فيها وعايز استغل تواجد موسوعه تاريخيه كبيره زي حضرتك طبعا وكاتب صحفي كبير جدا. عايز اتكلم في البدايه عن مباراه الاهلي بالامس والفوز الرائع 4-0 ونتيجه كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي. في البدايه كيف ترى اداء النادي الاهلي والنتيجه بشكل عام في مباراته امام بتروجيت؟ الحقيقه امبارح يعني اداء الاهلي تقدر يعني اداء مستوى عالي جدا 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 او اعلى اداء شفناه من بدايه الموسم. كويس. احنا شفنا يعني كوره جميله جدا، شفنا اهداف، شفنا نتيجه. يعني قليل قوي لما بتكون في المنافسه الشديده جدا دايما الفرق تبحث عن الثلاث نقاط. ده حتى في افريقيا، حتى في الدوري المحلي، يقول لك المهم الثلاث نقاط بعد كده اسالني على الاداء. لا، احنا الاهلي رجع بقى لقيمته القديمه او لثقافته القديمه ان هو بيقدم اداء ممتع بيمتع الجمهور وبياخد ثلاث نقاط. وانا يعني دايما بقول ان الاداء الجيد العب كويس هتاخد الثلاث نقط. يعني الاداء الجيد النتيجه الطبيعيه للاداء الجيد ان انت تكسب. فالاهلي امبارح قدم مستوى عالي جدا جدا جدا. احنا شفنا يعني قمة المستوى في التاكتكس، شفنا أهداف جميلة، يعني ثلاث أهداف من الأهداف الأربعة أهداف ملعوبة، وان تاتش، لمسة ولعبة، وبعدين شفنا تحركات نموذجية جدا، وشفنا جمل تكتيكية، يعني الأهداف الثلاثة جمل تكتيكية في منتهى الجمال، كأنك بتتفرج على الدوري الأوروبي. مفيش يعني مفيش تعقيدات يعني مفيش كورة ملطوشة، ما فيش غلطة مدافع، لا ده انت بتكسب فرصي لو على مدافعين حتى جامدين. لا انت سرعة الحركة او سرعة التاكتكس اللي معمول يربك اي دفاع، وده ميزة الكرة الجميلة. الكرة الجميلة كرة سريعة وبتعتمد على طبعا ارادة النصر موجودة دايما في الفريق أكيد. الاهلي ده مهم جدا، بس ده إرادة النصر ما تبقاش كافية إذا لم تستطع توظيفها. أنا شايف إن رسارتي عامل شغل رائع. وأنا يعني ده رأيي فيه من كام أسبوع إن هو بصماته باينة، بيصحح أخطائه بسرعة، وعنده رؤية كويسة جدا للملعب. عينه كويسة على الملعب، بيغير في الوقت المناسب جدا، يعني في أحيانا مدربين يسيب الفرقة لغاية لما تغرق وبعدين يبتدي يغير. ده يعني عايش الجيم لحظه بلحظه وبيكتشف بسرعه الثغرات فين وعارف يوظف لعيبته كويس. انا شفت امبارح حقيقه يعني جمهور الاهلي وجمهور الكوره شاف عرض في منتهى الجمال، يعني طلع شبعان كوره امبارح فعلا. الناس استمتعت. ممتع يعني شيء ممتع، وده الهدف من الكوره ان انت يعني تقدم عرض ممتع للجمهور وتكسب. طبعا لازم الاهلي لازم يكسب. الحاجه الثانيه احنا بقى طلعنا بحاجات كتير قوي الماتش. انت ده المباراه رقم 9 اللي بتكسبها على التوالي، فانت عامل ريكورد كويس. يعني واخد الفول مارك 27 نقطه ورا بعض، وده ناس كتير قوي كانت مستبعده ان الاهلي ممكن يستعيد مكانته في الدوري نظرا للظروف اللي احنا عارفينها كلها. صح. انه التحم بطوله افريقيا اللي فاتت مع البطوله الحاليه، ضغط الماتشات، مباراه كل 3-4 ايام، اصابات كمان، اصابات كتيره. فعوده الاهلي كانت مستبعده بالنسبه لناس كتير، حتى بكل حسابات والمقاييس كان صعب جدا الاهلي، يعني كانت المسألة عايزة كفاح ونضال وتحدي كبير. الأهلي نجح في ده
الحمد لله عمل يعني تجاوز العقبة الكبيرة دي وقدر يسترد نفسه. مش بس كده، لا ده قدر يفكرنا بأيام جميلة جدا، بالكرة الجميلة جدا. رجعنا بقى للجيل الجميل اللي كان بيقدم كرة ممتعة ودايما بيرافق المتعة في الكرة. الفريق اللي بيقدم كرة ممتعة وكرة سريعة ده بيكسب. العب على المكسب، هاجم، ما تلعبش كرة جبانة وكرة خوافة وتقعد تدافع وتقعد انت كده بتهز اللعيبة. انا اللي عجبني في لاسارتي ان هو شخصيته كويسة، مدرب يعني عنده الثقافة الهجومية دي مهمة جدا في المدرب. يعني اجريس الثقافة الهجومية، ان هو يكون ثقافته هجومية، يلعب كرة هجومية وكرة جريئة وكرة شجاعة. مفيش فريق بيكسب كاس قاري او كاس عالم الا اذا كان بيلعب كرة شجاعة، الا اذا كان المدرب بتاعه شجاع. والروح الشجاعة دي بتتنقل للعيبة بالعدوى. المدرب بالعدوى، بالعدوى، المدرب الشجاع شجاعته اجريسيف وعايز يكسب وعايز. شفنا ده كان في جوزيه فعلا، وشفناه في مدربين عالميين. تلاقيه متحمس واقف زي القنبله على البتاع، فالحماس ده بيتنقل. وفي دراسات اتعملت على الحكايه دي بره، ان يعني درسوا المدربين اللي بيعملوا نتائج كويسه جدا ان هو بيستطيع ان ينقل، يعني ينقل حماسه للعيبه. ما بيشوفوه بره متحمس يعني بيتحرك بحماس شديد جدا بين الشوطين، التعليمات ازاي بيرفع الروح المعنويه بتاعتهم في يعني ازاي في المحاضرات في الكلام وكده، ده بيبقى نص الشغل. يعني ده اللي بيرفع مستواهم او بيرفع ادائهم او بيرفع اراده الانتصار عندهم لدرجتها القصوى. بعد كده بقى سهل لو عندك فريق كويس، يعني سهل عندك نجوم كويسين، وده من حسن حظ الاهلي ان عنده مجموعه من العناصر مواهب على مستوى عالي. هو قدر يوظفهم. انت كان عندك محمد هاني قبل كده، صح، وكان عندك كريم ندفد، كريم ندفد، وكان في كلام ان ندفد يمشي فعلا. وما كانش باين، هنا تبان عبقريه المدرب. هنا بيعيد عاد اختراع كريم ندفد، عاد اختراع محمد هاني، عاد اختراع مروان محسن، سليه، عمرو السليه، ده اختراعهم من جديد، يعني عاد تصنيعهم يعني او عاد توظيفهم. هنا اي عين خبيره تقول لك المدرب ده مدرب ممتاز، متميز بلا شك. هو اتحط في اختبارات نجح فيها. هو يعني في شبه كبير قوي من جوزيه، من المدربين الكبار، مانويل جوزيه، هيدي كوتشي، يعني في كذا مدرب كده بصماتهم بتبقى سريعه على الفريق. هو بص تلاقي فيهم عناصر مشتركه الحته اللي انا بقول لك عليها دي. الاهلي امبارح هتلاقي فيه ثقافه تكتيكيه لعيبه، يعني لحسن حظك او لحسن حظنا، يعني الفرقه العناصر المواهب اللي في الفرقه معظمها لاعبين تكتيكيين. يعني انت امبارح اكتشفت ان عندك نجم كبير جدا اللي هو جيرالدو ده. ده حاجه خطيره جدا، سريع جدا ودماغه سابقه رجليه، وبيعدي بياخد فاول، بيعدي ياخد فاول. وعنده سرعه اداء. الكره الحديثه امير، يعني الفرقه اللي بتكسب بطوله اوروبا ودوريات اوروبا، البرايمري ليج كده في امريكا الجنوبيه، هتلاقي الفرق دي اللي بتكسب البطولات الكبرى الايقاع بتاع اللعب سريع جدا، وان تاتش، لمسه ولعبه، لمسه ولعبه. وده الدرس القديم، يعني كل المدربين بيقولوا الكلام ده، المدربين الكويسين يعني بيحاولوا ده. لكن ازاي ده يتعمل في اطار يعني خطه متكامله، وازاي تعمل جمل تبقى محفوظه واللعيبه تحس ان هي حافظه بعض. ده احنا شفناه، يعني ده جديد. عندك يعني في ثقافه تكتيكيه على مستوى عالي في لاعبين، يعني مروان محسن لعيب تكتيكي فعلا، يعني امبارح بين ثلاثه ومرر وراح خد قطع مشوار وتفوتها له جيرالدو وحطها بمنتهى المعلمه والحرفنه.
ودي صعبه جدا، حطها في الزاويه البعيده لكنها كويس وعاملها بهدوء شديد جدا. صح. الجون الثاني بتاع الهدف الثاني اللي هو اللي جابه جيرالدو برضو يعني التحركات، الهدف الثالث كان جيرالدو الثالث تحركات تكتيك يعني في تحس ان ده الهدف طبعا بتاع مروان اللي حضرتك بتتكلم عليه اكيد هدف هدف جميل جدا يعني عمل سبرنت حوالي مثلا 30 متر وقدر يوصل في يعني في اللحظه المناسبه، وبعدين الثاني اللي هو جيرالدو دماغه كويس فوتها على طول لمسها بس يا دوب يا دوبك لمسه صغيره هو هدف اكثر من رائع في الحقيقه. لكن برضه انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل كانت مفاجاه بالنسبه لك او بالنسبه لكل المتابعين ان احنا نلاقي مدير فني بهذه القدرات في فتره كانت صعبه جدا على النادي الاهلي بكل الظروف اللي كان بيمر بيها؟ خساره بطوله دوري ابطال افريقيا في النهائي، طبعا خساره البطوله العربيه، بعض الهزائم في بطوله الدوري، الاصابات الكتير والاجهادات اللي كان بيعاني منها لاعبي النادي الاهلي، هل كانت مفاجاه ان احنا نشوف هذا التحول الكامل في مستوى النادي الاهلي من الناحيه الفنيه، وكمان ده اللي ادى لنتائج اكثر من رائعه بيحققها المدير الفني الجديد للنادي الاهلي؟ هو في جزء منه مفاجاه طبعا، انت خلي بالك يعني ممكن تجيب مدرب كويس وما توافقش مع الفرقه كويس، وممكن يكون في عندك مدرب كويس وفرقه مش كويس، او مدرب نص نص وفرقه كويس، دي بتبقى مسائل الحقيقه داخل فيها الحظ او قدر او كده. احنا يعني من حسن الحظ ان ده يعني اختياره اولا كويس جدا، موفق موفق جدا يعني اختياره موفق جدا جدا، وواضح ان هو المدرب الكويس بيبقى مش بس فنيا كويس، يعني مش بس خبره وفنيا كويس، لا شخصيه اهم حاجه الشخصيه. تمام. واضح ان هو شخصيته هو شخصيه المدرب الجيد يعني كويس. فاحنا وفقنا الحقيقه فيه، وبصماته باينه جدا، وبالدليل اللي انا قلته لك يعني ان انت عندك بنفس في عناصر ما كانتش باينه خالص، وفي ناس كنت هتستغنى عنها فعلا. وبعدين يعني يا ريته كان عندنا من 3-4 سنين يعني ما كانش فلت مننا عناصر جامده يعني كتير قبل كده فكده يعني كان ممكن يعيد صياغتها ويعيد توظيفها وتلاقي حاجه ثانيه، بس ده الحقيقه من سوء الحظ ان هو ما كانش موجود، والا كان لعيب زي اللعيب بتاع بيراميدز ده، الهداف بتاع بيراميدز ده، اللعيب البرازيلي اسمه كينو. كينو ده مر علينا وتعرض على النادي الاهلي فعلا، ما خدناش بالنا منه ان هو لعيب كويس، تمسكنا بلعيبه يلا على كل حال فتره عدت انما هو هنا بقى المدرب الكويس عنده رؤيه وعنده عين ويقدر يقدر ينقي ويقدر يوظف توظيف صح. انا طبعا متفائل مهم يعني اهميه الفوز بتاع امبارح، هو طبعا يعني فريق بتروجيت امبارح يعني ما كانش قوي لكن كان ممكن يتعبك. احنا مش عايزين الفوز ده برضو ياثر علينا في افريقيا في الماتش الجاي طبعا. ان احنا نروح لا، الاهلي عودنا دايما كل مباراه بالنسبه له بطوله، خلاص ما ينفعش يتعادل لازم يكسب، فاحنا عايزين نروح بنفس الروح دي صح وبنفس الاداء ده عشان نجيب الثلاث نقط عشان نضمن ان احنا نعدي ونتصدر المجموعه. لو كسبنا هيبقى 10 بونت يعني خلاص خلاص يعني صعب ان سيمبا يحصلك تمام اول ورا شبيبه الثوره دي اللي بعديه ان شاء الله نكسب الماتش الجاي ده. والفوز ده امبارح مس ان هو بيديك دفع وبيديك ثقه ان انت تاسع ماتش على التوالي بتكسبه، فده هيدي يعني يدي دفعه كويسه ان شاء الله للفرقه في الماتش الجاي. تمام. هنتكلم باستفاضه عن مسيره الاهلي الافريقيه اكيد ده مع حضرتك، لكن في بدايه كلام حضرتك قلت ان الاهلي عاد من بعيد في بطوله الدوري، وكثير ما كانش متوقع ان النادي الاهلي يعود. ايه ابرز العوامل اللي اشتغل عليها النادي الاهلي عشان يحقق هذه الرومنتادا القويه للبعض او الكثير ما كانش يتوقع عوده النادي الاهلي بهذه الطريقه؟ واكيد طبعا عايز استغل ان حضرتك موسوعه تاريخيه كبيره جدا، اكيد كان في مواقف عوده كتير للنادي الاهلي على مدار السنوات السابقه، هل ده ابرز موقف ولا في مواقف ابرز من هذا الموقف اللي احنا بنعيشه الفتره الحاليه؟
لا الحقيقه ده الموقف ده اتكرر قبل كده اعتقد مره او مرتين، وفي احدى المرات كان فرق 13 بونت تمام، والكابتن صالح قعد مع اللعيبه مع الفرقه واتكلم معاهم، واعتقد كان ايام كان مدرب اعتقد كان هولمان يمكن الالماني، وكان وقال كلام قال كلمتين مهم جدا، ويعني كلمتين كانوا خلاصه خبرته او عصاره خبره سنين كبيره، ده صالح سليم يعني. تمام. اللعيبه كانوا يأسين طبعا في الفرق يعني 13 بونت كتير جدا، وكنا تقريبا قربنا على النهايه، كان فاضل حوالي مثلا 8 9 ماتشات حاجه زي كده. فالكابتن صالح قال لهم ما تبصوش وراكم، ما تبصوش للمنافس، ما تبصوش وراكم، العبوا كل ماتش يعني حساباتكم الماتش بالماتش، وكل ماتش اعتبروه ده نهائي بطولة. نهائي بطوله. لو مشيتوا كده، لو كسبتوا كل، لو اتعاملتوا مع كله، ما تفكرش في الماتش اللي بعديه ولا في اللي فات، سيبنا من اللي فات، لكن لو انتوا اتعاملتوا مع الماتش على انه نهائي بطوله كل مباراه ممكن تاخدوا الدوري. وحصل. وحصل ان انت حصلت الزمالك وتفوقت على الزمالك وخدت الدوري في الموسم ده. انا مش فاكر بالظبط موسم ايه، لكن دي واقعه من الوقائع الشهيره جدا، لان كلام كابتن صالح الله يرحمه مهم جدا، بيتسجل يعني بتبقى يعني علامه ماركه مسجله او كلمه مقصوره، كلماته مقصوره يعني، فالناس بتحفظها. تمام. ايامها المدير الكره ايامها والاداري ايامها والناس اللي سامعه المحاضره ولخصها في كلمتين، لا انتوا ازاي مش يعني زي ياسين كده، لا الاداء اللي انا شايفه ده مش اداء ناس عايزه تاخد بطوله، عايزين تاخدوا البطوله اكسبوا الماتش الجاي صح، واكسبوا الماتش اللي بعديه وما تخسروش ماتش، واتعاملوا مع الماتش كل ماتش حسابات خاصه. وحصل هنا المره دي في ناس كتير جدا كانوا مستبعدين ان الاهلي ممكن، وخاصه يعني في عوامل كتيره جدا مضاده وقفت ضد الفرقه، يعني ده احنا بنتكلم على الفتره الحاليه، الفتره طبعا. الحاليه كان الرهان برضه صعب يعني، كان والناس اللي كانت مستبعده يعني اسباب استبعادها مشروعه او تخوفهم توجسهم مشروع منطقي شويه، منطقي طبعا مشروع، ما ينفعش لان في مناخ معادي للنادي الاهلي بشكل عام. فعلا. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت عندك كم اصابات لم يحدث في التاريخ، يعني ما حصلتش قبل كده حضرتك ان الاهلي يواجه هذا الكم الهائل من الاصابات في توقيت واحد. انت عندك فرقه كامله تقريبا، في وقت من الاوقات عندك حوالي 13 او 14 لعيب مصابين ولاعيبه اساسيين، فانت ما فيش فرقه بتواجه ده، يعني تشيلسي واجه ده في وقت من الاوقات، الدنيا اتقلبت وجابوا لجان طبيه ولجان لقياس صلاحيه الملعب وكفاءه الملعب وكلفهم فلوس كتير جدا عشان يوقفوا نزيف الاصابات ده، لان الاصابات لما بتبقى كتيره فانت بتخسر اقتصاديا، لان الفريق ليه قيمه اقتصاديه وقيمه تسويقيه، فانت بتخسر عناصر كتير، ممكن تخسر ماتشات اتنين قيمتك الاقتصاديه. المهم ان انت واجهت هذا الظرف المهم، يعني هذا الظرف السيء، ان انت عندك اصابات، عندك ماتشات في فترات محدوده، وده ما يعني ده عامل ضاغط على الفريق وعلى المدرب وعلى يعني على القدرات البدنيه والجسديه والذهنيه اللعيبه، طبعا بتعمل ضغط عصبي، محطوط بالصمام تحت ضغط، المدرب نفسه او الجهاز الفني ما بيقدرش يعالج، ما عندوش وقت يعالج اخطاء، ما عندوش وقت يصلح اخطاء، ما عندوش وقت ينمي قدرات بعض اللاعبين، فانت كل الظروف دي كل العوامل دي كلها تكاتفت على الاهلي، وبالتالي كان في كتير مستبعد ان الاهلي يوصل. الحمد لله الريمونتادا الشتويه دي كانت كويسه جدا، موفقه جدا 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 الى ابعد الحدود، عكس اللي قبليها الصيفيه. انا ما اعرفش، انا اعترض على كلمه الريمونتادا دي ده مصطلح ايطالي، مصطلح اسباني على ما اعتقد. لا هو مصطلح ايطالي معناه سوق يعني، زي الماركت كده. في خلينا نقولها بلغتنا العربيه، عوده النادي الاهلي للبطوله بشكل فعال وشكل جيد جدا من خلال المباريات، وكمان ان هو خلاص
قرب مع نادي الزمالك فرق 4 نقاط في حاله فوز نادي الزمالك على نادي المقاولين. لكن سؤالي لحضرتك هنا، هل النادي الاهلي قادر على استكمال هذه العوده بالفوز ببطوله الدوري واللي منتظرها بشكل كبير جدا بعد الاداء المميز والنتائج المميزه جمهور النادي الاهلي من خلال الفتره اللي فاتت؟ انا هقول لك يعني قادر طبعا، قادر ونص، بل بالعكس ده بيديله حافز بقى انه ياخد بطوله. حافز طبعا. اللي حصل ده او الانجاز الكبير اللي حصل ده، ان انت قدرت 9 ماتشات ورا بعض كسبان واخد الفول مارك في الدرجه النهائيه فيها 27 بونت ورا بعض، ده هز المنافس بتاعك. ده طبيعي يعني ايا كان المنافس مين، يعني قربت خلاص بينك وبينه فينزل مهزوز. ده قانون، يعني قانون في علم النفس، يعني علم النفس الرياضي يعني. دي مساله كانت مهمه جدا، يعني دي مهمه جدا. ده هيدي له حافز ودافع، هيدي اللعيبه حافز ودافع. لا ده احنا قربنا، ده احنا نقدر نعوض بطوله افريقيا اللي ضاعت مننا. يعني نبتدي بقى نكافئ الجمهور. عندك لازم اخد الدوري، وده مش كتير على الاهلي طبعا. الاهلي هو الاهلي لازم، يعني الاهلي هدفه الاساسي من زمان، من سنه 1948 ان انا اخد الدوري، يعني الدوري. طبعا الزمالك بينافس، يعني منافس كبير، يعني طبعا فريق كبير ومحترم طبعا. فريق محترم يعني أكيد. وبعدين الزمالك الموسم ده مستواه عالي جدا، اعلى يعني فعلا اعلى مستوى شفناه من 2003. اخر بطوله دوري او لا مش اخر بطوله دوري، يعني العصر الذهبي يعتبر نادي الزمالك ايام كابتن حسام وكابتن ابراهيم حسن وحازم امام. حازم امام التيم ده اللي هو 2000 2001 2002 2003 تقريبا لغايه 2004 لغايه لما بدا الجيل بقى بتاع الاهلي. احنا ما شفناش الزمالك من الايام دي من حوالي 14 سنه زي ما شفناه الموسم ده. ده الحقيقه الواقع، يعني عنده لعيبه كويسين جدا وقدر يلم عناصر على مستوى عالي جدا. فانت يعني انت كاهلي تقدر تنافس، تقدر تنافس وتاخد لو بقدر اراده انتصارك. يعني انت عايز تاخد اللعيبه، عايزين ياخدوا الدوري ولازم ياخدوا الدوري. المفروض المنافس بتاعهم قوي، الزمالك، حطوا ده في اعتبارهم طبعا. اذا لا يتوانوا ان هم يعرقوا ويتعبوا ويكافحوا ينضلوا على مدار ال 90 دقيقة. اللعيب اللي بيلعب 90 دقيقة يعمل حسابه ان هو في 90 دقيقة ده يعمل انتاج 120 دقيقة. يعني ويقدر الاهلي ياخد الدوري ان شاء الله. لان حصلت قبل كده، مش هتبقى كبيرة عليه ولا كتيرة ولا جديدة ولا حاجة. طيب. وبعدين الكرة بتدي دايما، او دروس التاريخ في الاهلي يعني، ان بقدر ما كانت روحك عاليه جدا ورغبتك في الفوز ورغبتك في النصر، النجاح ده اصله اراده. عايز تنجح تنجح، عايز تكسب تكسب. صح. ودي مساله مهمه جدا، واعتقد ان دي يعني ده عنصر من عناصر مهمه جدا في لاسارتي. لاسارتي من النوع، من هذا النوع من المدربين. بقول لك هو عامل كده، هو يعني في جزء من مورينو، في شويه من يعني في شويه من المدربين اللي هم ليهم سمعه ان هم عصبيين شويه وكده، والكره عايزه ده شويه. مانويل جوزيه كان بيعيش على اعصابه، فالروح دي موجوده عنده، فاعتقد دي عملت حاجه. لكن اهم من ده ان هو عنده عقل تكتيكي كويس، يعني الراجل عنده عقل تكتيكي عالي جدا. بنشوفه في الملعب يعني في تطور في الثقافه التكتيكيه، او مرونه تكتيكيه كان واضحه في مرونه تكتيكيه بالظبط كده. وفي يعني في تنوع في الاداء، يعني يعني في تنوع في الهجمات، في تنوع في ايقاع الماتش نفسه في وقت من الاوقات. يعني بيعمل سيركليشن جوه الفرقه بتنقل وبتعمل بترجع الكوره وبتهدي، وفجاه تيك 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 يهاجم. التنويع ده او التنوع في الاداء ده مهم جدا، بيربك الخصم. اثنين، هو بيلعب يعني بيضغط واضح، مكلف المهاجم مش المدافعين بس ولا لا، الهجوم الدفاع من جوه من نص الملعب الفرقه المنافسه بيبتدي يدافع من هنا.
وتلاحظ اللعيب اللي بيستلم الكوره في المنافس على طول بيضغط عليه اقرب لعيب. فعلا هنا احنا يعني تعلمنا لما كنا بنلعب، يعني كان هنا المدربين في الاهلي يقول لك زحمه، يعني زحم المدافع هيغلط. صح. حتى لو غلط فانت زحمه، هتقف جنبه تطلع معاه، لو في اوفر ملعوب كروس ملعوب تطلع معاه فهيرتبك، فزحمه وخلاص. خدت منه الكره كان بيها، ما خدتش فانت زحمته، على الاقل مش هيقدر يمرر، او هيمرر مش هيبقى مستريح وهو بيمرر الكوره. صح. فمش التمرير هيبقى فيه ميس باسنج كتير. فده احنا شايفينه الاداء الجديد او اللي احنا شايفينه، ان كل اللعيبه بتعمل ضغط على المدافعين، كل المهاجمين بتبص تلاقي شفنا ده المهاجم يعني الكره وصلت لمدافع اتقطعت توصل لمدافع اقرب واحد ليه بيهجم، في لعيب تاني بيقطع على الباس عشان ما يمررش ما يبصيش، فده بيربك فبيديك فرص ان انت تاخد كور كتير، يعني تستحوذ اكتر بشكل اكبر. تمام. في جزئيه اخرى عايز اتكلم مع حضرتك فيها وملف اخر وهو خاص بحراس المرمى في مصر بشكل عام وفي النادي الاهلي بشكل خاص. قائمه المنتخب الاخيره ما شملتش اي حد من حراس مرمى النادي الاهلي. راي حضرتك في الجزئيه دي ايه؟ واحنا قبل ما نتكلم بالتفاصيل مع حضرتك هنروح نشوف تقرير من الجمهور، جمهور النادي الاهلي، تقرير هيتكلموا فيه عن رايهم في عدم انضمام حراس مرمى النادي الاهلي لمنتخب مصر خلال قائمه المنتخب الاخيره لمستر اجيري في الفتره اللي جايه اللي هيستعد ليها طبعا من خلال مباراتي النيجر ونيجيريا قبل فتره اخرى هتكون غايه في الاهميه وهي فتره الاستعداد لبطوله. والله وحراس المرمى اللي واخدهم هم دول القماشه اللي موجوده حاليا، لكن انا كرايي الشخصي حاسس ان مفيش حارس مرمى يشيل الفرقه زي زمان. عارفين ان الحضري نازل بيشيل الفرقه، نادر السيد بيشيل الفرقه، الله يرحمه ثابت البطل بيشيل الفرقه. حراس مرمى كان تبقى يعني هم نص الفريق، يعتبر نص الفريق، لكن حراس المرمى الحاليين اذا وقف ماتش بتلاقي ماتشين ثلاثه مش كويس خالص. فانا كلنا حتى سواء اللي بتاع الاهلي او الزمالك او اي نادي ثاني ما بيحسش بحارس المرمى بالامان في الماتش اللي هو المحلي، مش حاله تبقى داخل على بطوله افريقيا تعمل مع فرق جامده وقويه، ما فيش الاحساس بالامام ناحيه حراس المرمى صراحه. والله انا شايف اختيارات منطقيه ما عدا اختيار جنش، لان انا شايفه المنتاليتي بتاعته مش قوي، حاسس ان هو بيتوتر بسرعه او بردود فعله غريبه يعني شويه يعني. بس لو هو كان محمد الشناوي كان موجود كان مش مصاب كان هيكمل هيخش مكانه يعني. هو اختيار يعني موفق وغير موفق. انا عايز اعرف هو محمد الشناوي ما يتاخدش ليه يعني ايه اللي حصل؟ ما هو جنش يعني انا مش عايز اقول يعني في برضه اخطاء، ومحمد الشناوي فيه اخطاء، وابو جبل فيه اخطاء، وعواد هل هم شافوا عواد؟ انا شايف ان هم حراس كويسين وقد المسؤوليه، بس في نفس الوقت انا شايف ان هي اختيارات مبدئيه. يعني هو بيختار مش في حراس المرمى بس، حتى في اللعيبه كمان. انا شايف ان هو اللعيبه دي اغلبيتها مش هيكون موجود بعد. هياخد بقى عناصر الخبره زي عبد الله السعيد، زي اللعيبه اللي هي الخبره اللي هم شاركوا في كاس العالم، هيبقى القوام الاساسي في منتخب مصر. تمام. وبتكلم في عامر عابر دلوقتي من احسن حراس مرمى في مصر، هو والشناوي. والفتره دي الشناوي مصاب، بس هم الاثنين بتكلم احسن حراس مرمى في مصر حاليا. جنش برضه لحد ما، بس هم الافضل اثنين دلوقتي. عامر، ده كان راي الجمهور المصري بشكل عام في اختيارات المنتخب لحراس المرمى خلال المعسكر القادم. تحديدا عايز بس اقول معلومه سريعه عن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. ومن خلال تواصل الجهاز الفني المنتخب تحديد كابتن احمد ناجي مع محمد الشناوي كان في تاكيد على اهميه تواجد اللاعب في المنتخب خلال المراحل المقبله اللي هتلي المعسكر القادم بالنسبه لمنتخب مصر، ويأكدوا لمحمد الشناوي ان هو مهم جدا ان هو هيكون متواجد، وفي قناعه تامه من مستر اجيري ان هو يكون الشناوي موجود طبعا مع منتخب مصر وحارس المنتخب في كاس العالم، وده لا يقلل اطلاقا من اي اختيارات بيختارها المنتخب المصري بالتحديد في مركز حراسه المرمى خلال المرحله الحاليه. عايز اخد تعليق حضرتك على الجزئيه دي بالتحديد. يعني لا تعليق على اختيارات الحراس دول الحقيقه. طيب. انا يعني عندي ثقه في كابتن احمد ناجي كويس، لانه عنده خبره عاليه جدا فعلا. جدا شفناها يعني شفنا خبرته دي في صناعه حراس مرمى في الاهلي كتير على مدى سنوات طويله وفي المنتخب.
فانا اقدرش يعني ما اقدرش هو رؤيته هتبقى احسن من رؤيتنا لان هو عنده معاييره ومقاييسه. هو يعني هو ميزه احمد ناجي ان هو مثقف قوي فعلا. فمتابع قوي الدنيا ماشيه ازاي بره، متابع اعلى طرق يعني احدث طرق التدريب، مش طرق بس، المعايير مقاييس والكلام ده. فهو انا بثق فيه. اتنين، الاهلي محتاج حراس على مستوى عالي. انا بكل اسف محتاج حراس على مستوى عالي، مستوى عالي. رغم تواجد شريف اكرامي ومحمد الشناوي، رغم تواجد الاثنين. يعني شريف دلوقتي يعني كتر خيره بس بدا يكبر، ما تقدرش تعتمد عليه قوي. فنسبه او امكانيه اصابته بتبقى سهله، يعني كل ما كبر في سن الحارس او اللعيب بتبقى يعني معدل اصاباته بقى اعلى شويه. ما ينفعش يبقى عندك كمان واحد، ما ينفعش يبقى شريف اكرامي لوحده، يعني حتى لو في الفورما كويس ما ينفعش لوحده. انا كان نفسي واحد زي ابو جبل يبقى حارس مرمى النادي الاهلي، او مين الثاني، مين عامر كمان قبل ابو جبل. طيب يعني عامر يعني عجبني طب. جدا طب. بيطلع يعني فكرنا بالحراس الاهلي الكبار باكرام الكبير وابو ثابت البطل وعادل هيكل وطبعا عصام الحضري، عنده شجاعه بيطلع وبيطلع في الوقت المناسب، توقيت التايمنج اللي بيطلع فيه مظبوط، ما فيش ارتباك، عنده ثقه، بيمسك لو طلع يا يمسك كوره يا بيبعدها. لكن احنا في ثغره لازم الاهلي ينتبه ليها، الجهاز الفني لابد من البحث عن حارس مرمى خلال الفتره الجايه دي، لان احنا بتطلع لك حراس كويسين صغيرين، لكن دول محتاجين شويه وقت ومحتاجين شويه خبره. فعشان ياخد خبره دايما الاهلي كان بيبقى عنده حارس او اثنين على مستوى عالي جدا وبعدين يشدوا معاهم الورا. كان عندك اكرامي، ثابت البطل، طلع معاهم شوبير، بقى بعد كده بقى شوبير بقى اتعمل بقى منه حاجه كبيره. تمام. اكرامي وراه ثابت البطل، وراه شوبير، كان عبد الجليل وراه عادل هيكل. وبالمناسبه كانوا الاثنين دول في اول بطوله افريقيه سنه 57 هم حراس المنتخب. كان دايما حراس المنتخب حارس المنتخب من الاهلي واحيانا من الزمالك، بس ده كان دايما الاهلي الا في فترات يعني استثنائيه. كان مره خرشد من المحله يعني، وطبعا كان في حراس من الزمالك في وقت من الاوقات، لكن كانت الغلبه دايما ان الاهلي عنده حراس كويسين. تمام. في فترات زمنيه بيحصل فيها دروب كويس، اهو ده بقى اللي انا عايز اسال حضرتك فيه. هل الفتره الحاليه بالنسبه للشريف اكرامي ومحمد الشناوي، وطبعا راي حضرتك يحترم وده اكيد ده راي شخصي لحضرتك، لكن انا دوري كمقدم برامج النادي الاهلي، انا بصراحه انا بدافع على محمد الشناوي وشريف اكرامي وعن قناعه شايف ان هم افضل او من افضل الحراس المتواجدين على الساحه المصريه. ممكن الفتره اللي فاتت ما يكونوش بيمروا بافضل حالاتهم، فتره عدم توفيق بتلازم الحارسين، لكن يبقى شريف اكرامي رغم التقدم في السن عندنا تجربه يعني كل الناس عارفاها، طبعا عصام الحضري كان متقدم في السن، وصل لسن ال 40 وشارك في بطولات افريقيا وكاس العالم وقدر يحقق انجازات كبيره جدا مع منتخب مصر. لكن نفس الحال بالنسبه لشريف اكرامي، حارس ذو قدرات هايله في الحقيقه، وايضا نفس الحال بالنسبه لمحمد الشناوي، هم ابناء النادي الاهلي، كل المسانده والدعم لحراس مرمى النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. اكيد راي طبعا استاذ والكاتب الكبير طبعا استاذ سعيد وهبه ليه رايه، وهو حريص بشكل كبير جدا كالعاده على النادي الاهلي ومستقبل النادي الاهلي في حراسه المرمى، لكن اكيد كلنا مطمنين على حراسه المرمى في النادي الاهلي. ممكن تكون مرحله عدم توفيق للحراس في النادي الاهلي، هم هو في المرحله اللي فاتت. تمام. دي المرحله اللي فاتت دي كان باين ان الشناوي مهزوق، يعني في هزه موفق. شويه مش موفق في كويس. هزه شويه وكان بيخوف مرعب يعني في ما يعني الحارس برضو اللي تطمئن له قوي ان هو لما يخرج ما بيترددش، خرج فهياخد الكوره يا يمسكها يا يطيرها يمين او شمال يعني يطفشها. يعني احنا شفناه بيتردد يخرج ويرجع تاني، وبعدين الكره تقع منه هنا في هزه في شيء ما في ضغوط ما بيتعرض ليها الحارس، بس لما تتكرر دي اكتر من مره انا بقلق. لا هو معاد يعني محتاج يعني ريبيلدنج تاني، يعني اعاده بناء نفسيته تاني بحيث ان هو
الثقه تساعدها وكده. لكن هو عنده قدرات، عنده امكانيات عاليه جدا، عالية جدا طبعا بكيف. يعني هو عنده مرونه عاليه جدا وعنده برضه شجاعه في بس الحارس لو ارتبك يعمل مشكله، لو تردد في الخروج من مرماه يعمل مشكله. دي واجهت برضه شريف اكرامي شويه. شريف حارس طبعا كبير يعني عنده قدرات، ما فيش شك يعني بصراحه، وقدراته عاليه جدا. بس انت احيانا بتلتمس له عذر لان هو برضه شريف بدا يكبر طبعا، مع الكبر خبرته بتبقى اعلى. يعني هو شريف 35 سنه على فكره، بيغطي ده وحراس المرمى بيستمروا اكتر يعني بالظبط، يعني عشان كده بقول لحضرتك 35 سنه أكتر. بس دي مشروطه بان هو لازم يحتفظ بلياقه بدنيه عاليه جدا. هو بيشتغل على الجزئيه دي في الحقيقه بشكل كويس جدا شريف، يبقى كده تمام. لان شفنا الحراس العالميين زي ياشين مثلا، وصل دينو زوف وصل 42 سنه، لعب كاس عالم 82 في اسبانيا وكان عنده 42 سنه، قد فرقته لكاس العالم دينو زوف. تمام. وفي عندك ياشين ده الحارس بتاع روسيا العظيم في الستينات، برضه عمر، لان كل ما قعد في الملاعب كل ما خبرته زادت. فيعرف يعني الحارس لما خبرته بتزيد مع السن بيقدر من غير مجهود كبير قوي يقدر يحمي مرماه. ليه؟ بيستخدم خبرته اخرج امتى من المرمى، اغطي الزاويه دي ازاي، استنى ما لعيب يلعب وترمي، فطبعا بتبقى فرصه اعلى. لكن فيها الجانب الاخر ان فرص اصابته بتبقى اعلى، لان طبعا قانون يعني القانون الحياه او قانون الكون يعني او قوانين الطبيعيه يعني فيزيكال كويس فيزيكالي يعني بيبقى معرض للاصابه اكتر، لان ما بيبقاش زي شاب عنده 22 23 سنه. انا اتمنى يعني اتمنى ان شريف اكرام يرجع تاني لان هو مصاب دلوقتي. طبعا. ولو الشناوي سعيد نفسه تاني، لكن مش عايزين برضو يعني قدر الامكان مش نلتمس عذر الكابتن احمد ناجي في اختياراته، لان احنا كمتفرجين احنا يهمنا برضو المنتخب نمره واحد طبعا بالنسبه لنا، لان ده مصر وهو اكيد يهمه ده. واحمد ناجي مش محتاج توصيه بالنسبه لحراس الاهلي، لا الراجل يعني بيشتغل بورقه وقلم، ويجب ان احنا يعني نساعده لان احنا داخلين على بطوله كبيره. وانا اعتقد ان هو يعني اختياراته الى حد كبير جدا موفق، لان كلنا شفنا عامر في الماتشات الاخيره مذهل، وانا اتمنى الاهلي يجيبه، لان هو ده عامر يليق بفريق النادي الاهلي، والاهلي كان دايما عنده حراس على مستوى عالي على مر التاريخ، بدءا من مصطفى كامل منصور في كاس العالم 34 حارس مرمى منتخب مصر، وبعد كده في عبد الجليل حميده، وبعدين عادل هيكل وشوبير والروبي وعصام وشوبير، يعني طبعا اجيال والحضري في بطولات الامم الافريقيه، والشناوي في كاس عالم طبعا الاخير 2018. واكيد كل الدعم والقناعه التامه بقدرات حراس كبار جدا زي الشناوي واكرامي، واعتقد ان هم تخطوا المرحله اللي ممكن ما كانوش موفقين فيها، واصبحوا اكيد بشكل كبير جدا احد العناصر كالعاده اللي بتساهم في فوز النادي الاهلي بمختلف البطولات. لكن في جزئيه ايضا عايزين نتكلم فيها، هنروح طبعا للتقرير ونتكلم فيها، وهي خاصه بالحراس الاجانب في مصر. وكان ده قرار اخذ من قبل الاتحاد المصري لكره القدم من حوالي 9 سنين بالتحديد في 2010، منع تواجد حراس اجانب في مصر. عايزين نروح نشوف التقرير ده عن الحراس الاجانب الاول، ونرجع نناقش هذه القضيه. انا كان نفسي ان انا اشوف الحراس الاجانب في الكره المصريه، ده كان هيدي خبره اكتر للانديه المصريه. هو طبعا ممكن يكون بيدي فرصة للحراس المصريين ان هم يظهروا في كل الاندية وما يبقاش في حراس اجانب، بس انا كان نفسي يعني كواحد من الناس بقول رأيي ان انا كان نفسي ان انا الاقي حراس اجانب موجودين عندنا لو هو هيتطبق دوري محترفين بجد يعني، بس مش اكتر يعني. فهو ده الموضوع اللي انا كان نفسي فيه، ان انا كنت الاقي حراس الاجانب بحيث ان هي هتفيد الاندية المصرية كتير، وفي كذا نادي كان ممكن هيستفيد اكتر يعني زي النادي الاهلي، نادي الزمالك، كان ممكن يعني في يعني مركز حراسه المرمى عندنا في مصر برضو مش قوي قوي يعني، كنا معظم الانديه بتعاني منه.
فهو ده اللي كان هيستفيد بيه بس الانديه مش اكتر، لكن هو بيدي فرصه للحراس المصريين ان هم يظهروا اكتر وان هم يظهروا في معظم الانديه وما يبقاش في حد من بره مصر زي اللعيبه الاجانب اللي بتيجي تحترف مثلا في مصر. والله شايفها حاجه مفيده جدا طبعا وبتفيد منتخب مصر. زي ما انت شايف دلوقتي اداء الحراس المصريين كلهم اداء مميز. هبدا بالاهلي بما ان اهلاوي، ماشي محمد شرف ماشي بصوره كويسه، شريف اكرام ماشي بصوره كويسه، محمد عواد محترف بره ماشي بصوره كويسه، برده جنش في الزمالك برده هنقول ماشي بصوره كويسه. لا الاداء المصري عامر برده اداؤه محترم، ده افاده الكره المصريه اكيد. يعني انا موافق على القرار طبعا. الفكره مش احنا دايما كمصريين بنفتكر ان لو هو اجنبي هيبقى جامد، بس الفكره ان في حراس مصريين بيبقوا كويسين. يعني عند حضرتك الشناوي حارس كويس جدا الشناوي، وطبعا كلنا عارفين الحضري ده من اعظم الحراس اللي جم في افريقيا وهو مصري، فمش فكره ان دايما الاجنبي بيبقى هو جامد. وكمان الفكره دي ممكن تطبقها على المدربين. يعني حسن شحاته كان عامل يعني نجاح كبير جدا مع منتخب وهو مصري، لكن مش دايما اللي هو هيجي اجنبي هو اللي ينجح ويصعب الفريق لمستوى كويس. يعني الفكره بيبقى فيه لاعبين مصريين بس هو بيبقى فيه بيقدروا يشتغلوا في تيم مع بعض فبيبقى اداء النادي كويس في الفتره دي. هي دي الفكره كلها. الفايده تيجي لو في حارس مرمى اجنبي زي بيل انطوان كده، كان في منافسه وكان الكابتن اكرامي وكان في منافسه بين الاجوال لانه كان جون قوي جدا. فانت لما بتجيب زي ما بنجيب مثلا مهندس اجنبي معانا في الشغل بنستفيد منه خبره وبيبقى في تنافس كويس. لكن انا زي ما ماشي كده بص للجون هنا مستواه طلع فوق شويه نزل فتحت شويه كلام، لا انا اتمنى ان يكون فيه اجوان اجنبيه زي في لعيبه اجنبيه. انت لما يكون عندك حارس اجنبي او فاتح المجال لحارس مرمى اجنبي الطبيعي اللي انت مش هيبقى عندك حارس مرمى يعني لمنتخب مصر كادر كويس. فانت دلوقتي لما مانع حارس الاجنبي عندك كوادر كل شويه بيظهر لك، دلوقتي ظهر لك عامر ظهر ابو جبل في سموحه بيظهر لك كل شويه حد كويس. فلما الاختيارات تبقى كتير للكابتن احمد ناجي في المنتخب ده هيفيدنا، لكن الاختيارات لما هتكون مقفوله مثلا هجيب حارس مرمى اجنبي الطبيعي اللي الانديه الكبيره هتجري اول حاجه هتقول انا عايز اجيب حارس من بره. لكن احنا دلوقتي لما قافلينها هو دي يعني الحاجه الوحيده الحسره. مهم جدا عن عدم تواجد الحراس الاجانب في مصر خلال الفتره الحاليه، وهو قرار بقاله بتاع حوالي 19 سنين بالتحديد. واخر حارس اجنبي كان متواجد كان في فريق حرس الحدود، الحارس الكاميروني كاميني على ما اتذكر كان اسمه كاميني، وده كان حارس او اخر حارس اجنبي في الدوري المصري. تعليق حضرتك على هذا التقرير واهميه عدم التواجد للحراس الاجانب في مصر بما يعطي فرصه للحراس المصريين باثبات جدارتهم وبالتالي انضمام المنتخب وتالقهم والاسهام دائما في البطولات. هو طبعا يعني على ما الظاهر قدامنا ان القرار ما عملش حاجه جامده قوي. يعني ان انت منعت الحراس الاجانب فما ظهرش يعني ما عملش فرق كبير قوي. لكن انا في تقديري ان ده قرار صح، قرار صحيح. ليه بقى؟ لان عندك حارس المرمى ده نص الفريق، فانت لازم تحميه، لازم تحمي المركز ده. تحميه بعد ايه؟ لازم عندك قاعده وعندك فلما يبقى عندك لعيبه اجانب مثلا هتبص تلاقي كل الانديه فيها حراس مرمى اجانب، فمش هياخد اللعيب المصري مش هياخد فرصه، فالقاعده عندك هتضيق. فانت قاعده الاختيار عندك لازم تبقى واسعه ولازم الحراس يبقى في يعني في الفورمه. تمام. فورمه ازاي؟ هو ما بيلعبش فانت حاجب الفورمه. انما بالنسبه لباقي المراكز لا، انت عندك تباديل وتوفيق وممكن تتعامل معاها بشكل جيد. انا رايي ان القرار ده يستمر، يعني رايي ان هو كان قرار سليم وما اثرش كتير قوي. يعني ما احنا شفنا خلال الفتره اللي فاتت دايما في المنتخب حارس مرمى جيد، يعني او اخرهم كان عصام الحضري وهو حارس مرمى كبير وعمل انجازات جامده. ربما لو كان في حراس اجانب، يعني ربما يعني لو كان في حراس افارقه او اجانب دمه كان متاح ربما كان برضه عطله شويه عصام الحضري في السنين الاخيره على الاقل. على الاقل يعني كان 35 36 كان اعتزل لانه هيبقى فيه، انما ده اداله حافز. وبعدين احنا ما هو يعني في حراس طالعين كويسين، الشناوي والشناوي وعامر وابو جبل، وما هي دي حراس برضه ربما لو في حراس افارقه او اجانب ما كناش شفناهم. لا صح. يعني صح. يعني اكيد لان دي معادله اصلها معادله رياضيه يعني. تمام.
عايزين نستفيد بقى في جزئية احنا كنا بنتكلم فيها وهي خاصة بمستر مارتن لاسارتي. وفي من خلال كلامنا عن مستر مارتن لاسارتي هنتطرق لمشوار النادي الأهلي في البطولة الأفريقية، وخصوصا ان احنا مقبلين على مباراة فيتا كلوب ولسه ناقص سنة ثقة ما بين جمهور النادي الأهلي ومستر لاسارتي في حتة الفوز خارج الأرض في البطولات الأفريقية. أول مباراة لي خارج الأرض كانت أمام شبيبة الثورة، تعادلنا 1-1. المباراة الثانية خسرنا من سيمبا التنزاني بنتيجة 1-0. أولا الإضافة اللي أضافها مستر لاسارتي للنادي الأهلي، وكيف يتغلب عن على هذه الأزمة، أو كيف يتغلب على كيفية إن هو يفوز خارج أرضه بالتحديد في البطولات الأفريقية عشان يكسب بشكل أكبر ثقة جمهور النادي الأهلي. تقدر يعني تلخص الإضافات، أهم إضافة عملها واللي كان يعني الإضافة اللي عملها دي نتيجتها شفناها امبارح، عرض رائع وعرض بديع وعرض جميل وأهداف جميلة جدا في كلمة واحدة، يعني هو أضاف يعني التكتيكال أويرنس أو الوعي التكتيكي. حلو. وعي تكتيكي أضافه للاعبين، فاللاعب ده بيبقى عندك مادة خام، فأنت زي ما تقول إيه يعني بتنمي ثقافته التكتيكية أو ثقافته الكروية أو ثقافته بشكل عام. هنا ثقافته في الملعب التكتيكية مهمة جدا، لأن هي دي اللي بتفرق من فريق لفريق. يقول لك فلان لاعب، كان عندنا جيلبرتو مثلا كان لاعب تكتيكي. أو طبعا تكتيكي بمعنى إيه؟ معنى إن هو محور أساسي في الخطة اللي بتتعمل، بمعنى ان هو محور اساسي في الجمل المهمه جدا اللي ممكن تؤدي الى اهداف. انت عندك يعني اللي يبص الماتش امبارح هيتبص تلاقي في اكتر من لعيب عنده وعي تكتيكي عالي جدا. مروان محسن، جيرالدو، علي معلول ده نمره واحد. علي معلول اللي شاركوا في صناعه 3 اهداف من 4، طبعا في واحد منهم كورنر ده ما فيهوش بتاع اجاييه، لا وعي تكتيكي عالي جدا. فانت عندك بتبقى مساله نادره جدا، بيبقى دايما اللعيبه اللي عندها وعي تكتيكي بيبقوا 2 في الفرقه، ودايما بيبقوا في الميد فيلد، في الميد فيلد يعني في وسط الملعب. انما انت عندك حوالي 5-6 لعيبه وعيهم التكتيكي عالي جدا، فتحس ان هم بيكسبوا الماتشات ببساطه. يعني الماتش بتاع امبارح تحس ان هم مكسب كاسبين من السرايح، يعني مفيش شد او كان ضغط شد وضغط وكلام من ده، لان الفريق بيلعب بتكتيكات جيده وعنده جمل كتيره جدا ومنوعه وكده، بيبقى سهل جدا ان هو يكسب، تحس ان هو كسبان بسهوله بلا مجهود، لانه بيستغل المساحات بشكل جيد وهو عنده رؤيه جيده للملعب. وده الفوز في الكورة أمير زي المباراة الكورة زي مباريات الشطرنج. عايز عقل، يعني يفكر بعقله، اللعيب ينقل اللي في دماغه، المدرب ينقل اللي في دماغه للعيبة، وعندهم تصور وخيال للملعب وللماتش وللرقعة دي بتاعت الملعب، الحركة عليها هتبقى ازاي. كلما كان في يعني ايميجينيشن او في خيال للمدرب ويقدر ينقله للعيبه، كلما انتقلت الفرقه. اللي انا شايفه اللي هو الوعي، حكايه الوعي التكتيكي دي هي اللي فارقه بشكل كبير جدا مع الاهلي، وهي اللي هتفرق في السنوات القادمه. انا هفكرك وقلت لك شويه بين الفاصل الامير متفائل قوي حضرتك بمستر لاسارتي، هيعمل ريكورد جامد جدا في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. هو مبشر في الحقيقه، يعني الاداء اللي احنا بنشوفه والنتائج، الراجل واضح ان هو مدرب كبير جدا، وكل الدعم اكيد لهذا المدرب ان شاء الله المزيد من انتصارات والبطولات مع النادي الاهلي. انا عصرت يعني شفت هيديكوتي، وشفت هيديكوتي لما جمهور الاهلي بيضربه بالطوب في اول جمهور سنه، جمهور الاهلي ضرب هيديكوتي بالطوب، يعني حذفوا عليه طوب، وانا كنت في كان غاضب يعني عليه. كنت في الاستاد يومها، كنت يعني بغطي ماتشات الاهلي في الجمهوريه. تمام. وشفت، وكان ايامها الكابتن صالح الله يرحمه كان مشرف على الكوره، عضو مجلس اداره مشرف على الكوره، وقام الكابتن صالح من على البنش يواجه الجمهور اللي الطوب نازل عليه. حتى احنا خوفنا قلقنا عليه، انت رايح للطوب، لكن راح وقف وحط ايديه في وسطه كده وبيقول لهم رساله، اضربوني انا، ما انا اللي جايبه، بس انا مراهن عليه ومش مش هتخلى عنه، وكسب الرهان. وفي نفس الموسم ده مجلس اداره الاهلي
يعني قالوا ده واضح ان هو لان الاهلي تقريبا في الموسم ده كان في مركز سادس مركز سابع يعني كان متاخر قوي والطيران كان في مركز العاشر بيتعادل معاه في استاد القاهره وده الاهلي والتاني فريق الطيران الموسم الثاني بقى بدات بصماته لاسارتي بصماته بدات بدري بدات مانويل جوزيه في اول موسم ما هو ماشي بعديها خد بطوله افريقيا السوبر. وخد السوبر لكن ما خدش الدوري بس كسب الزمالك 6-1 وكسب ريال مدريد طبعا كسب ريال مدريد وكسب الزمالك وعمل مباراه تاريخيه مع الاسماعيلي 4-4 بس برضو يعني ايه ما كانش يعني الاداء ما كانش يعني ما كانش المستوى عالي في كل الماتشات حتى انا فاكر يعني انا يعني كنت قاعد مع كابتن عادل هيك الله يرحمه يعني بيقول لي انا شايف اللعيبه طالع كان في ماتش اتغلبنا فيه كان في الفتره الاولانيه دي اول ولايه لمستر مانويل اول ولايه وبعدين بعد كان الكابتن الخطيب رايح يجيبه تاني مره فهو سالني طب احنا رايحين نجيبه ليه تاني يعني الخطيب رايح يجيبه ليه قلت له الخطيب شايف فيه حاجه اكيد احنا مش شايفينها يعني ما هو عامل انجازات يعني عامل بطوله افريقيا عامل سوبر وعامل فتره كبيره مش النادي فهو الخطيب شايف في حاجه انت مش شايفها قال بس انا شايف قلت له العيب في اللعيبه بيقول لي اللعيبه طالعه من الملعب بيضحكوا وهم مغلوبين قلت له العيب هنا مش عيب لا في مشكله في الانضباط وفي مشكله في الروح وكلام من ده فلما راح كابتن الخطيب جابه تاني مره فبان وخد فرصته بان انا ده اعتقد لاسارتي من نفس المدرسه او نفس السلاله بقى اللي هي النادره دي من المدربين اللي يقدروا يعملوا انجازات اثنين هو عنده خامات كويسه جدا الحاجه المهمه جدا ان هو بيعرف يوظف الخامات دي ما دي كانت موجوده قبل صح كده صح ونفس الخامات دي كانت موجوده كانت موجوده في ايام الكابتن حسام البدري وقبليه لكن ما فيش توظيف جيد وفي استفاده لا هو عنده خيال وعنده رؤيه وعنده يعني عنده مشروع في دماغه انا اعتقد ان هو هيبقى يعني اعتقد ان هو هيبقى واحد من اهم المدربين اللي جم من اهم المدربين هيبقى استكمال للسلاله ديكوتي ومانويل جوزيه ان شاء الله هيعمل ريكورد هيعمل حاجات كويسه يا رب بالنسبه لافريقيا هو خبرته بافريقيا قليله يعني قليلة طبعا لانه ما مسكش قبل كده فرق في افريقيا يعني ما مسكش فرق افريقيا ما اعرفش الجو في افريقيا ما اعرفش السفر حكايه السفر يعني خبره جديده خالص في من 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 جميع الوجوه يعني وحتى خبرته برضه باللعيبة الشرق او باللعيب المصريين في المباريات الخارجيه بتبقى شكلها ايه فهو يعني في الفتره الاولانيه دي بيتلمس طريقه او بيتعرف على الخريطه مش الخريطه الجغرافيه لا الخريطه الذهنيه والخريطه الفكريه للاعبين بيفكروا ازاي والفنيه والفنيه برضه فلا هو معاه عذر قلت لك ان هيديكوتي في البدايه الاهلي اول موسم ما كانش بتاع فهو احنا نلتمس له عذر في حكايه افريقيا دي لكن الشواهد اللي قدامنا كويس. المؤكده ان هو لا مدرب كبير مدرب مهم جدا هيبقى مهم جدا جدا هيبقى اضافه وان شاء الله هيعمل انجازات كويسه مع الاهلي اعتقد كمان ان هو سريع في تصحيح الاخطاء ودي ميزه مهمه جدا يعني هو ممكن يكون عنده تجربتين في مباريات خارج ارضه في بطوله او بطوله دوري ابطال افريقيا بالتحديد المباراه الاولى امام شبيبه الثوره وتعادل والمباراه الثانيه امام سيمبا التنزاني وخسر 1-0 وارد جدا ان هو اكيد اتعلم من التجربتين دول من حيث الاداء بالتحديد لان اداء النادي الاهلي في المباراتين كان صعب شويه يعني لكن كان لسه في بداياته ايضا مستر لاسارتي مع النادي الاهلي اكيد ان شاء الله هيكون اتعلم من هذه الجزئيه ونقدر نلاقي النادي الاهلي باذن الله يحقق نتيجه ايجابيه عشان تنقله مباشره لدور الثمانيه من بطوله دوري ابطال افريقيا تتفق حضرتك معايا انا اتفق معاك يا امير تماما ان هو سريع تصحيح الاخطاء كره القدم كلها لعبه اخطاء طبعا مهرجان اخطاء كره القدم مهرجان اخطاء لكن انت بقدر الامكان يعني الفريق اللي بيكسب او المدرب بيلعب على حته ان هو يقلل اخطائه الحد الادنى الممكن هو الاهداف كلها بتيجي نتيجه اخطاء اخطاء للدفاع اخطاء في التغطيه يعني فهو
يعني الأخطاء ممكن يعني ممكن تحصل أخطاء، لكن هو بيتداركها بسرعة، وهو بيقرأ عنده رؤية للملعب، يعني عنده رؤية جيدة جدا للملعب، ودي مسألة مهمة بيصلحها بسرعة، يعني سريع جدا، أو ذهنه حاضر ما بينامش، ذهنه حاضر بالظبط، ذهنه حاضر، دي مهمة قوي للمدرب. صح، وبيقرأ الماتش كويس وبيجيد القراية، يعني قاري الماتش كويس وبيشوف المباراة بشكل بانورامي كويس وذكي، يعني على طول تيك 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 غاية. احنا الماتش بتاع يعني احنا الماتش اللي فات، ماتش اللي فات بتاع بتروجيت قعد اتنين مهمين جدا، حسين ورمضان، ونزل اتنين، الاتنين اللي نزلوا في الماتش اللي فات في اخر اللي قبليه في اخر الماتش وعمل بتاع، كمل باللي نهى بيه مباراة، كمل باللي نهى بيه. ده المدرب الكويس بصرف النظر اسمائهم ايه وكلام من الاتنين، كبار، نجمين كبار، انما هنا هنا دماغه شغاله وبيقدم لنا حاجه جديده وبيستفيد من اخطائه، وان شاء الله هو هيعمل يعني هيعمل حاجه كويسه في افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله اكيد نتمنى كل التوفيق لمستر مارتن لاسارتي، بالتالي هنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مسيرته، سواء بطوله الدوري او المسيره المحليه، وايضا المسيره الافريقيه بالنسبه للنادي الاهلي. وحشينا شويه بطوله دوري ابطال افريقيا، مفتقدينها بقالنا اكثر من 5 مواسم. ان شاء الله التاسعه تكون هذا الموسم مع مستر مارتن لاسارتي وهذه المجموعه الرائعه من لاعبي النادي الاهلي. استاذ سعيد، انا يعني بسطت جدا ان انا كنت مع حضرتك النهارده، نورتنا وشرفتنا. اشكرك يا امير، انا شاكر جدا ومبسوط من الحلقه بتاع النهارده. ربنا يخلي حضرتك، طبعا مستنياك تنورنا اكيد في حلقات كتيره ونستفيد من هذه الموسوعه التاريخيه فيما يخص النادي الاهلي بالتحديد. اشكرك يا امير ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. دي كانت فقره حواريه مهمه جدا مع الكاتب الصحفي الكبير استاذ سعيد وهبه، واتكلمنا فيها في العديد من الامور والملفات الهامه جدا على الساحه الرياضيه المصريه، وبالتحديد فيما يخص النادي الأهلي خلال الفترة الحالية والفترة القادمة. بعد الفاصل فقرة أخرى مهمة جدا من حالة الأهلي الليلة النهاردة مع الكابتن الكبير كابتن خالد العوضي وكل ما يخص الألعاب الأخرى داخل القلعة الحمراء. بعد فاصل.